16 2011 جمعة مابلونة حتى أصوات النظام قامشرو. في رؤية بانورامية للجغرافيا السورية في أيام الجمعة على مدى الشهور الستة الأخيرة تراها تنتفض من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وفي نظرة إلى الشمال الشرقي لهذه الخريطة الجغرافية نجد زخما وتحديا كبيرين في محافظة الحسكة تحديدا وتوقا شديدا في مناطقها للحرية. في جمعة ماضونة حتى إسقاط النظام عشرات الآلاف نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالحرية وإسقاط النظام، شعارات رددوها منذ بداية الثورة وعلى رأسها شعار الشعب السوري واحد. القامشلي وعمودة والدرباسية ورأس العين لم ترهب أهاليها أفعال النظام وأليات قمعه التي حصدت أرواح أكثر من 3000 شهيد، كما لم تضعف عزيمتهم حملات المداهمات والاعتقالات ولا صور التعذيب، بل زادتهم قوة وعزيمة وإصرارا، فهبوا سعيا خلف مطالبهم ونصرة للمدن السورية الأخرى. ففي القامشلي تظاهر أكثر من 10,000 شخص بعد صلاة الظهر من أمام جامع قاسمو في الحي الغربي، وبمشاركة من الفعاليات الاجتماعية وتنسيقيات الشباب وبعض منظمات الأحزاب الكردية، حيث أحرقوا العلم الروسي تنديدا بمواقف موسكو المتخاذلة تجاه الشعب السوري. ولم تقل عنها شأنا أو عددا مظاهرات عمودة والدرباسية الحاشدة التي وبحسب حقوقيين تم اعتقال أحد أبنائها. أما مدينة رأس العين فهتف المتظاهرون فيها بإسقاط النظام ورفعوا لافتات تدعو للإفراج عن المعتقلين وتحيي المدن السورية الصامدة في وجه آلة القتل. جمعة بعد أخرى يثبت السوريون وحدة مطلبهم ودنو وقت تحقيقها مع إصرار جميع شرائح المجتمع السوري على الوصول إليها. وها هي مناطق الحسكة التي طالما عانت من التهميش تقدم الدلائل باتحاد أهليها كردا وعربا وأشوريين في مواجهة نظام بشار الأسد.